طيب طبعا احنا المرة اللي فاتت بدأنا كلام على الكورس اوفر فيو، واتكلمنا على المانجمنت اند ماركتينج. بدأنا بأول شابتر اتكلمنا على الجزء الخاص بالاوبريشنز مانجمنت، ادينا اوفر فيو سريع كده على الماركتينج ويعني ايه ماركتينج وعلاقة الماركتينج بالمانجمنت. استعرضنا جزء مهم جدا وهو خاص بالاوبريشنز مانجمنت، واتفقنا ان الاوبريشنز مانجمنت عبارة عن مجموعة من الاوبريشنز بتعمل كرييشن لبرودكت او سيرفيس. اتفقنا في مجموعة من الانبوتس بتبتدي يحصل لها كونفرجن، بتتحول لي يا اما برودكت يا اما سيرفيس، واتكلمنا على الكاركترستكس بتاع كل حاجه من الحاجات دي. بعد كده اتفقنا ان المره الجايه هنتكلم على التكنيكس الاساسيه اللي بتستخدم في البيزنس اورجانيزيشن عشان تبتدي تعمل لي اوبريشنز مانجمنت، عشان تبتدي تعمل كرييشن للماركت استراتيجي، عشان تبتدي تعمل البرودكت ديفلوبمنت. النهارده هنتكلم على شابتر جديد بيتكلم على اللينير بروجرامينج او البرمجه الخطيه. اللينير بروجرامينج هنتكلم فيها النهارده على الموديل فورميوليشن، وهناخد طريقه من طرق حل اللينير بروجرامينج اللي هو متمثل في الجرافيكال ميثود او الجرافيكال سوليوشن. الاوتلاين بتاعنا او التوبكس اللي هنتكلم فيها النهارده، هنبتدي نتكلم على اللينير بروجرامينج ديفينيشن، هنبتدي نشوف الموديل فورميوليشن ازاي اقدر اعمل فورميوليشن لل بي موديل او للينير بروجرامينج موديل. لو انا عندي مانجمنت بروبلم او مشكله معينه داخل البيزنس اورجانيزيشن تتعلق بالبروفيت او تتعلق بالكوست او تتعلق بالافيشنسي او تتعلق باي جزء خاص بالمانجمنت، ابتدي اعمل فورميوليشن للبروبلم دي ازاي. هنبتدي ناخد اكزامبل بيتكلم على الماكسمايزيشن موديل اكزامبل. احنا عارفين ان التارجت الاساسي لاي بيزنس اورجانيزيشن هو حاجتين، يا اما بيعمل ماكسمايزيشن للبروفيت يا اما بيعمل مينيمايزيشن للكوست. فاحنا النهارده هنتكلم على الجزء الاول اللي هو الخاص بالماكسمايزيشن للبروفيت. طبعا هنستعرض الجرافيكال سوليوشن لللينير بروجرامينج، هبتدي اشوف بحل اللينير بروجرامينج ايكويشنز ازاي. اول حاجه يعني ايه لينير بروجرامينج. لو انا بتكلم على اللينير بروجرامينج او على الجزء الخاص بالبرمجه الخطيه، فانا بقول ان اللينير بروجرامينج هي عمليه بلاننج بروسيس. البلاننج بروسيس دي بتعمل allocation للريسورسز، للليبر، للماتيريالز، للماشينز، للكابيتال، يعني ببساطه كده مجموعه الانبوتس اللي قلنا عليها المره اللي فاتت. قلنا ان في مجموعه من الانبوتس بتتمثل في الماتيريالز، في الليبرز، في الريسورسز، كل الكلام ده بيبتدي يدخل على مجموعه اوبريشنز. مجموعه الاوبريشنز دي انا بعمل لها مانجمنت عشان اقدر اخرج البرودكت او السيرفيس بتاعتي. فاللينير بروجرامينج هو ساينتفك ابروتش او تكنيك ببتدي استخدمه عشان اعمل فورميوليشن للماركت استراتيجي، عشان ابتدي اعمل مانجمنت، عشان ابتدي احل مانجمنت بروبلم معينه. طيب اللينير بروجرامينج او ال بي موديل هو عبارة عن موديل رياضي بيبين لي مجموعة من الريليشن شيبس أو مجموعة من الإيكويشنز في صورة لينير إيكويشن. يبقى أنا هيبقى عندي مجموعة معادلات خطية أو مجموعة لينير ريليشن شيبس
بتمثل حاجتين، مجموعة المعادلات بتمثل لي الاورجانيزيشن اوبجكتيف والريسورس كونسترين. يبقى انا عندي حاجتين هيظهروا عندي في اوبجكتيف فانكشن اللي هي بنسميها داله الهدف. بمعنى ايه؟ اي بيزنس اورجانيزيشن بيبقى ليها اوبجكتيف معين او تارجت معين عايزه تحققه، فبالتالي احنا هنشتغل على نوعين من الاوبجكتيف فانكشن، يا اما ماكسمايزيشن، انا عايز اعمل ماكسمايزيشن للبروفيت، عايز ازود البروفيت الخاص بالبيزنس اورجانيزيشن، عايز ازود الافيشنسي، عايز اعمل ماكسمايزيشن للريت اوف ريتيرن. كل الكلام ده بقول عليه اوبجكتيف فانكشن، او قد يكون الاوبجكتيف فانكشن عباره عن مينيمايزيشن، مينيمايزيشن للكوست، مينيمايزيشن للتايم، مينيمايزيشن لويست. يبقى كل الكلام ده بيعتبر اوبجكتيف فانكشن. فاللينير بروجرامينج هيبتدي يديني مجموعه من الايكويشنز او مجموعه من الريليشن شيبس بتوضح لي الفيرم اوبجكتيف او الاورجانيزيشن اوبجكتيف. مجموعه ثانيه بتسمى الريسورسز كونسترين. يعني ايه؟ يعني في ليميتيشنز او في ريستريكشنز على تحقيق الاوبجكتيف. يعني انت عندك هدف معين محتاج ان انت تحققه، سي مثلا ان انت صاحب مشروع بروجكت معين، البروجكت ده انت عايز تحقق مثلا 10,000 دولار بردي. طيب ال 10,000 دولار بردي ده بقول عليه مين؟ بقول عليه الاوبجكتيف فانكشن، يبقى دي داله الهدف بتاعتي. طيب الريسورسز اللي عندك هل تحقق لك الكلام ده؟ يعني هل انت عندك عدد عماله او ليبرز يقدر يحقق ال 10,000 دولار بردي؟ هل انت عندك الرو ماتيريالز اللي تقدر تكفي بيها او تعمل بيها برودكت لما تبيعها تقدر تحقق لك البروفيت اللي هو ال 10,000 دولار بردي؟ يبقى في هنا كونسترينز، في هنا قيود او ريستريكشن بتحكم تحقيق داله الهدف بتاعتي او الاوبجكتيف فانكشن. طيب هندي اوفر فيو كده سريع عشان افهم اكتر اللينير بروجرامينج. الاوبجكتيفز اوف بزنس ديسيجن، احنا اتكلمنا في اخر ليكتشر المره اللي فاتت عما يسمى بالديسيجن ميكنج، ازاي اصنع القرار او اتخذ قرار في حته المانجمنت. طيب الاوبجكتيفز بتاعت البيزنس يا اما بتبقى ماكسمايزنج البروفيت يا اما مينيمايزنج للكوستس. اللينير بروجرامينج زي ما اتفقنا هو بيستخدم لينير الجبريك ريليشن شيبس، بيستخدم مجموعه من الايكويشنز او الريليشن شيبس اللي بتبقى في صوره لينير ايكويشن عشان يمثل لي حاجتين زي ما اتفقنا، اوبجكتيف فانكشن وكونسترين. يبقى اي بروبلم هتتعامل معاها في الجزئيه دي هتلاقي ان هي عباره عن اوبجكتيف فانكشن ومجموعه كونسترين بتمثل الريستريكشنز اللي موجوده على الانبوتس بتاعتي او على الريسورسز بتاعتي. طيب الستيبس بتاعتي عشان اطبق ال ال بي موديل، اول حاجه بعملها ان انا بعمل ايدنتيفيكيشن للبروبلم باي لينير بروجرامينج. ابتدي احدد العناصر الاساسيه للبروبلم المطروحه امامي عن طريق اللينير بروجرامينج، ببتدي اعمل بعد كده فورميوليشن للموديل. يبقى انا ببتدي اخد المساله او البروبلم المعروضه وابتدي احولها لموديل رياضي. الموديل الرياضي ده بيوضح لي مين جواه؟ زي ما اتفقنا مجموعه ايكويشن للاوبجكتيف فانكشن ومجموعه للكونسترين. بعد كده ببتدي اعمل سولفنج للموديل ده، ابتدي احل الموديل، وبعد ما احل الموديل ابتدي اعمل امبلمنتيشن او مرحله التطبيق بتاع الموديل ده. يبقى ده كده ملخص اللينير بروجرامينج. طيب هنبتدي بقى نقول المين كومبوننت او العناصر الاساسيه للال بي موديل، وده طبعا نركز فيه قوي لان اي مساله هتجيلك على الال بي موديل هتبتدي تطلع الكلام ده. طيب المساله بتجيلي في صوره كلام، مساله لفظيه او كلاميه
وانا ببتدي اترجمها، ببتدي اعمل لها العناصر الاساسيه بتاعتها. اول حاجه بتطلب منك في مساله اللينير بروجرامينج ان انت تعمل فورميوليشن للموديل، ان انت تشكل لي الموديل بتاعي، تقول لي العناصر الاساسيه او الكومبوننت الاساسيه للموديل. فالموديل كومبوننت اول حاجه بتعملها او اول حاجه بنعملها الديسيجن فاريبلز. احنا اتفقنا ان انا بيبقى عندي مجموعه من الالترناتيفز او مجموعه من الفاريبلز اللي عايز اخد قرار عشان اقدر اعمل ماكسمايزيشن للبروفيت او اقدر اعمل مينيمايزيشن للكوست. طيب الديسيجن فاريبلز دي هبتدي اديها سيمبلز، هديها رموز معينه، يعني سي مثلا ان احنا هنسمي البارامترز دي او الفاريبلز دي x1 x2 x3 لحد xn and so on. يبقى انا كده الفاريبلز اللي موجوده في المساله ببتدي ارقمها. يعني سي مثلا لو انا عندي اورجانيزيشن او بلانت، البلانت ده بينتج نوعين من المنتجات، المنتج الاولاني هسميه x1، المنتج الثاني هسميه x2. يبقى دي كده بسميها الديسيجن فاريبلز، يبقى دي مجموعه البارامترز او مجموعه الفاريبلز اللي هتعامل معاها بالنسبه للفيرم او البيزنس اورجانيزيشن. طيب بعد كده الاوبجكتيف فانكشن. الاوبجكتيف فانكشن زي ما اتفقنا هي لينير ايكويشن. اللينير ايكويشن او اللينير ريليشن شيب دي بتعمل ديسكريبشن للاوبجكتيف اوف ذا فيرم، بتوضح لي الاورجانيزيشن هدفها ايه، هل هي عايزه تعمل ماكسمايزيشن للبروفيت ولا مينيمايزيشن للكوست. يبقى ده كده ايكويشن هيقول لي ماكسمايز مثلا زد، زد دي هو السيمبل بتاع الاوبجكتيف فانكشن، يبقى انا هسمي الاوبجكتيف فانكشن زد. طب الزد دي ايكوال ايه؟ ايكوال نمبر مضروب في x1 بلس نمبر مضروب في x2 بلس نمبر مضروب في x3 اند سو اون، على حسب عدد الديسيجن فاريبلز اللي هتبقى عندي في المساله. يبقى دي ايكويشن بتوضح لي الاوبجكتيف فانكشن. طيب ايه تاني؟ موجود عندي مجموعه ايكويشنز بتمثل الكونسترينز، والكونسترينز قلنا ان هي بتمثل الريستريكشنز اللي بتبقى موجوده قدام الاورجانيزيشن واللي بتعوق تحقيق داله الهدف. يبقى انا عشان احقق الاوبجكتيف فانكشنز لازم الكلام ده يتحقق وزن مين؟ وزن الكونسترين. يبقى ده كده بالنسبه للكونسترين. بعد كده عندي الكومبوننت الرابع وهي البارامترز، المعاملات، النيوميريكال كوفيشنز والكونستانت اللي بتستخدم داخل الاوبجكتيف فانكشن والكونسترين. يعني ايه؟ يعني هلاقي ان الاوبجكتيف فانكشن اللي قلنا عليها اسميها زد عباره عن رقم في x1، الx1 والx2 والx3 قلنا هما الديسيجن فاريبلز، الارقام اللي مضروبه في x1 والx2 والx3 دول بنسميهم البارامترز. يبقى اي موديل خاص باللينير بروجرامينج هلاقيه مكون من الكومبوننتس دي. هبتدي اعمل سمري للموديل فورميوليشن ستيبس. اول ستيب هعملها ان انا هعمل ديفاين للديسيجن فاريبل. يبقى اول ما تجينا مساله في لينير بروجرامينج لازم تقول لي الx1 ده بيمثل مين، تعمل له ديفينيشن تعرفه، الx2 بيمثل مين. يبقى تكتبهم لي كده ديسيجن فاريبلز x1، وتروح تقول ان x1 ده عباره عن برودكت نمبر 1 مثلا، x2 ده برودكت نمبر 2، وتعرفه باسمه على حسب المساله اللي جايه لك. تاني حاجه بعمل كونستراكشن للاوبجكتيف فانكشن، بحدد الاوبجكتيف فانكشن بتاعتي هل هي عباره عن ماكسمايزيشن ولا عباره عن مينيمايزيشن. بعد كده بعمل فورميوليشن للكونسترين. فورميوليشن للكونسترين هبتدي اعمل الايكويشنز الخاصه بالكونسترينز اللي بتعوق تحقيق الكلام ده. طبعا الثلاث خطوات دول بيعملوا لي فورميوليشن للموديل.
بدون ما اوصل لحل الموديل. انا كده ما بحلش الموديل، انا بس جاست ان انا هعمل فورميوليشن للموديل بتاعي. طيب نبدأ اول اكزامبل او اول تطبيق على الكلام اللي احنا قلناه ده. شكل من اشكال البروبلمز اللي هتجيلك في اللينير بروجرامينج، ماكسمايزيشن اكزامبل. الاكزامبل بيقول لي ايه؟ الاكزامبل بيتكلم على برودكت ماكس بروبلم. بيقول لي ان بوتري كومباني، البوتري كومباني دي او الشركه دي او الاورجنايزيشن دي بتشتغل في نوعين من البرودكت. البرودكت دي موجوده عندي، ده شكل المساله بالظبط زي ما هيجي لك. برودكت 1 عباره عن بولز او اللي هو الديب داش، ده كده البرودكت نمبر 1. البرودكت نمبر 2 اللي هي المجز، يبقى هي بوتري كامباني او شركه خزفيات بتنتج نوعين من البرودكت، مجات او مجز، والنوع الثاني اللي هو البولز او الديب داش اللي بنتكلم عنه. طيب المعلومات عن الكلام ده عباره عن ايه؟ هو مديني اول برودكت، بيقول لي الريسورس ريكويرمنتس. الريسورس ريكويرمنتس دي معناها الكونسترينز اللي موجوده عندي او الريستريكشنز اللي موجوده عندي. بمعنى بيقول لي ان البرودكت نمبر 1 اللي هو الديب داش ده المفروض ان هو بيتطلب 1 اور بير يونت، يبقى كل يونت عشان انتجها محتاجه 1 اور، بينما الماكس كل يونت انتجها من الماكس محتاجه 2 اورز. هنا الكلي الرو ماتيريال بتاعتي اللي انا هصنع منها او الصلصال اللي انا هصنع منه النوعين بتوع البرودكت دول محتاج قد ايه؟ 4 باوند بير يونت، يبقى انا عشان اصنع 1 بولز محتاج 4 باوند بير يونت، ومحتاج للماكس محتاج 3 باوند بير يونت، يبقى انا محتاج 4 ومحتاج 3. طيب هنا مديني البروفيت، وده اللي هكتبه داخل الاوبجكتيف فانكشن. يبقى طالما قال لي بروفيت يبقى انا فهمت ان المساله عباره عن ماكسمايزيشن. لو لقيت في الداتا بتاعتي عباره عن كوست يبقى انا بتكلم على مينيمايزيشن بروبلم. يبقى هنا مديني البروفيت عباره عن دولار بير يونت، يبقى بيقول لي لما بيع المنتج رقم واحد هكسب 40 دولار بير يونت، لما بيع المجز او البرودكت نمبر 2 هحقق 50 دولار بير يونت. طيب مديني حاجه اسمها الريسورس افيلابيليتي، ده الكونسترين بتاعي. طيب انت محتاج لكل بولز محتاج 1 اور بير يونت، ومحتاج لكل مج 2 اور بير يونت. طيب الافيلابل عندك قد ايه؟ انت عندك كام ساعه في اليوم؟ هو مديني هنا ان انا بشتغل 40 اورز بير اوف ليبر بير دي، يعني 40 ساعه في اليوم. طيب عشان برضو دماغنا ما تلفش ونقول ان اليوم كله 24 ساعه، لا احنا بنتكلم 40 اورز اوف ليبر بير دي، يعني لو انا عندي خمس عمال وكل عامل هيشتغل 8 ساعات، يبقى انا 5 في 8 هيديني ال 40 اورز بتوعي. خلال ال 40 اورز دول هشوف انا هنتج كام برودكت من ده وكم برودكت من ده. طيب الافيلابل من الكلي الصلصال اللي انا هصنع منه البرودكت، افيلابل عندي قد ايه؟ عندي 120 باوند اوف كلي، يبقى انا عندي 120 باوند من الكلي، ده الافيلابل بتاعي، يعني ما اقدرش ازود عن الرقم ده وما اقدرش ازود عن الرقم ده. طيب هو طالب مني ايه؟ ايه المطلوب في المساله؟ بيقول لي هاو ماني بولز اند ماجز should be produced، هو عايز يعرف انتج قد ايه من البرودكت نمبر 1 وقد ايه من البرودكت نمبر 2. ليه؟ عشان اعمل ماكسمايزيشن للبروفيت. يبقى هو قايل لي هنا ان الاوبجكتيف فانكشن هنا عندي مين؟ ماكسمايز البروفيت، ومديني قايل لي جيفن الليبر اند ماتيريالز كونسترينز، يبقى دي الليبر كونسترين وادي الماتيريال كونسترين، وبيقول لي برودكت ريسورس ريكويرمنت اند يونت بروفيت، ومديني اليونت بروفيت.
ده شكل المسألة. المسألة عايز أعمل لها فورميوليشن، عايز أكون الـ LB موديل بتاعي. طيب هبتدي أعمل إيه؟ إحنا اتفقنا إن تكوين الموديل بيتكون من 4 كومبوننت. أدي أول حاجة، ده شكل المسألة، بيوريني أدي النوعين اللي بينتجهم الشركة أو بتنتجهم المصنع. يبقى أنا عندي ماجز وبولز، الماجز بتحقق 50 دولار بير يونت، والبولز بتحقق 40 دولار بير يونت. الليبر افيلابيليتي 40 اورز بير دي، يعني ده اقصى عدد ساعات ممكن احققه في اليوم. وهنا الكلاي، يبقى انا عندي هنا 120 باوند بير دي، يبقى الرو ماتيريال المتاحه عندي هو الرقم ده. فهو بيسالني يا ترى اقدر انتج قد ايه من البرودكت ده، وانتج قد ايه من البرودكت ده عشان اوصل للاوبتيمال سوليوشن، الاوبتيمم بروفيت او اعلى ربح ممكن، اللي هو يعمل ماكسمايزيشن للبروفيت. طيب هبتدي احل. اول حاجه قلنا عليها في تكوين الموديل ان انا اعمل فورميوليشن للموديل، يبقى انا لازم احدد الموديل كومبوننت. اول حاجه مين؟ الديسيجن فاريبلز. مين الفاريبلز اللي بتتكلم عنهم المساله؟ انا بتكلم على نوعين من البرودكت، او مين المطلوبين مني ان انا احددهم. مطلوب مني النمبر اوف بولز تو بروديوس بير داي، يعني انا عايز اعرف انا هنتج كام بولز في اليوم وكم ماجز في اليوم. يبقى انا البارامتر الاولاني بسميه اكس 1 والبارامتر الثاني بسميه اكس 2. دي كده اللي احنا قلنا عليها الديسيجن فاريبل. يبقى الديسيجن فاريبلز اللي عندي في المساله هي البرودكت اللي انا بنتجها. طيب الاوبجكتيف فانكشن، احنا اتفقنا ان من قرايتي للمساله عرفت ان المساله بتتكلم على ماكسمايزيشن بروفيت، ان انا عايز اعمل ماكسمايزيشن للبروفيت. فهسمي المعادله بتاعتي او الاوبجكتيف فانكشن ايه؟ زد، هديها الرمز زد. طيب زد بتساوي ايه؟ هو بيحقق كام من البرودكت الاولاني. انا سميت ده اكس 1 وسميت ده اكس 2، سميت البولز اكس 1 والماكس اكس 2. يبقى انا عايز احقق 40 دولار اكس 1 زائد 50 دولار اكس 2، ادي الاوبجكتيف فانكشن. يبقى انا كده عملت فورميوليشن للايكويشن الخاصه بالاوبجكتيف فانكشن. يبقى 40 دولار من الاكس 1، طبعا الاكس 1 دي النون بالنسبه لي لان انا هنا مش كاتبها برقم، انا عايز اوصل لها، عايز اعرف انا لو انتجت كام من الاكس 1 وكام من الاكس 2 احقق اقصى بروفيت. يبقى ده كده الاوبجكتيف فانكشن. طيب بعد كده عندي مين؟ الريسورس كونسترينز. الكونسترينز بتاعتي المعادلات دي، المعادلتين دول كتبتهم ازاي؟ ارجع للتيبل، التيبل بتاعي اهو. التيبل بيقول لي هنا ان انا هنا البولز دي انا سميتها مين؟ سميتها اكس 1، يبقى ده واحد مضروب في الاكس 1. طيب بلس 2 مضروب في الاكس 2، يبقى ده الكولم اللي موجود تحت الليبر. يبقى انا بتكلم كده على الليبر كونسترين، يبقى واحد 1 اور للاكس 1 و2 اور للاكس 2. طيب الكلام ده بيساوي ايه؟ قال لي ان الافيلابل، كلمه افيلابل معناها ايه؟ معناها less than or equal، يعني اقل من او يساوي 40 hours، يعني ما تقدرش تشتغل فوق ال 40 ساعه. كلمه افيلابل لما تجي لي في المساله يبقى هو ده التايم الافيلابل بالنسبه لي. يبقى انا كده كاني اخري ال 40 ساعه. فعشان كده عملت الكونسترين هنا ايه؟ اهو اول كونسترين، الريسورس كونسترين. اول كونسترين ده هو مين؟ الاورز اوف ليبر، عباره عن ايه؟ 1x1 ان انا محتاج ساعه عشان اعمل الx1 اليونت الواحده، بلس ساعتين عشان اعمل البرودكت الثاني. والكلام ده مجموع الاثنين دول ما يزيدش عن مين؟ عن 40 اورز اللي هو الافيلابل ريسورس بتاعي. طيب نبص على الثاني، هنا الكلي عشان اصنع يونت واحده من البرودكت نمبر 1 او الاكس 1
يبقى انا 4 باوند بير يونت، يبقى 4 اكس 1 بلس 3 اكس 2، يبقى 4 اكس 1 بلس 3 اكس 2. الكلام ده الافيلابل بتاعه يعني less than or equal، يبقى اقل من او يساوي كام؟ 120 باوند. اهو ادي الكونسترين الثاني. يبقى انا هنا قلت ان 4 اكس 1 يبقى الاربعه دي هي عدد الباوندز او عدد الرو ماتيريال، قيمه الرو ماتيريال اللي انا محتاجها للاكس 1 و 3 للاكس 2، والكلام ده اقل من او يساوي 120 باوند اوف كلي. طيب انا كده حطيت decision variable، الobjective function، الresource constraints. البارامترز مين هي؟ اهي ده كده ال 40 وال 50 والواحد والاثنين والاربعه والثلاثه، دي اللي بنسميها البارامترز اللي هي النوميريكال values او النمبرز اللي مضروبه في الاكس 1 والاكس 2 والكلام ده كله. كده انا جهزت المساله بتاعتي. طيب بضيف حاجه تانية للكلام ده، ايه هي؟ بضيف حاجه اسمها النون نيجاتيفيتي كونسترين. يعني يعني بعد ما بكتب الشكل اللي قدامي بالشكل ده كده، بكتب هنا نون نيجاتيفيتي كونسترين، يعني اكس 1 لازم يكون اكبر من او يساوي 0 واكس 2 اكبر من او يساوي 0. نفهمها، x1 اكبر من او يساوي 0، هو احنا قلنا x1 ده عباره عن ايه؟ عباره عن عدد البولز او عدد المنتجات من البرودكت رقم واحد. طيب هو اقل عدد ممكن انتجه قد ايه؟ 0. انا يا اما هنتج كميه عدد يا اما مش هنتج خالص فهتكون 0. فمفيش معنى ان انا الاقي ان الـ x1 تطلع لي بسالب، يعني ما يجيش حد في المساله يطلع لي الاكس 1 او الاكس 2 برقم سالب، لان انت يا بتنتج يا ما بتنتجش. يا بتنتج يعني الاكس 1 هيطلع لها رقم، يا الاكس 1 هيطلع لها 0 ان انت ما بتنتجش. الاكس 2 نفس الكلام، يا بتنتج فهتطلع برقم يا ما بتنتجش فهتطلع بزيرو. يبقى ده كده لازم تكتبه لي النون نيجاتيفيتي كونسترين. كده انا عملت فورميوليشن للموديل، اكتبه بقى. ادي الكومبليت لينير بروجرامينج موديل، ده الشكل النهائي للال بي موديل، اللي هو ايه؟ ان انت بتقول لي ماكسمايز زد ايكوال 40 دولار من الاكس 1 بلس 50 دولار من الاكس 2. دي كده الاوبجكتيف فانكشن. سبجكتد تو لمين؟ لكونسترين. الكونسترينز ايه هي؟ الكونسترينز اول كونسترين هو 1x1 بلس 2x2 less or equal less than or equal 40. يبقى ده كده اللي سميته الليبر كونسترين. الكونسترين الثاني 4x1 بلس 3x2 less than or equal 120. يبقى ده كده اللي هو سميته الرو ماتيريال او الكلي كونسترين. الاكس 1 والاكس 2 greater than or equal 0، لازم يكونوا اكبر من او يساوي 0. ده اللي احنا سميناه النون نيجاتيفيتي كونسترين. يبقى انا كده عملت كومبليت لينير بروجرامينج. يبقى لما يجي لك مساله زي المساله اللي فاتت دي، واول مطلوب يطلب منك فورميوليت ال بي موديل، يبقى انت لازم توصل لي للشكل اللي قدامي ده. يبقى دي اول ستيب من الستيبس بتاعتنا. طيب كده ده اول جزئيه في المساله. نتكلم بعد كده على حته الفيزابل سوليوشن. يعني ايه فيزابل سوليوشن؟ فيزابل سوليوشن يعني حل واقعي، يعني حاجه يمكن تحقيقها. ازاي؟ احنا قلنا ان الاوبجكتيف فانكشن اللي بيحكمها مين؟ اللي بيحكمها الكونسترين. لو انا حققت الكونسترينز يبقى انا هحقق الاوبجكتيف فانكشن. ازاي؟ يعني الفيزابل سوليوشن هو السوليوشن اللي ما بيتعارضش مع اي كونسترين من الكونسترينز اللي موجوده. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي 3 كونسترينز في المساله لازم الثلاثة يتحققوا. لو انا عندي 4 او 5 او 6 او غيره لازم كل الكونسترينز تتحقق عشان اقول ان ده فيزابل سوليوشن او حل يمكن تطبيقه. طيب
تعالوا ناخد اكزامبل. طبعا بعد ما بعمل فورميوليشن للموديل بعد شويه هنبتدي نحدد الفيزابل سوليوشن بطريقه معينه، وهبتدي اعمل سولفنج للموديل. وانا بحل الموديل، كلمه سولفنج للموديل يعني ايه؟ احنا وصلنا هنا للشكل اللي قدامي ده. طيب هو هنا مين الانون؟ الاكس 1 والاكس 2. يبقى الاكس 1 والاكس 2 هي دي الانون بتاعتي او الانون بارامترز بتاعتي، دي المجاهيل بتاعه الموديل. طيب معنى ان انا اعمل سولفنج للموديل معناها ان انا بوجد قيمه الاكس 1 والاكس 2. طيب عشان اوجد الكلام ده هوجده ازاي؟ سي مثلا ان انت طلعت قيمه الاكس 1 ب5 وقيمه الاكس 2 ب10، يعني انت وصلت ان الاكس 1 هنتج 5 بولز و10 ماجز. طيب تعالوا كده نعوض في الاوبجكتيف فانكشن، الزد ايكوال 40 اكس 1 بلس 50 اكس 2. لما اضرب 40 في 5 يبقى يديني 200 بلس 50 في 10 ب 500، يبقى مجموع الاثنين مع بعض كام؟ $700. يبقى الاوبجكتيف فانكشن هنا هتحقق لي $700 لو انا انتجت 5 يونتس من المنتج الاولاني اكس 1 و10 يونتس من المنتج الثاني اكس 2. طيب هل الكلام ده او الحل ده يمكن تحقيقه او فيزابل سوليوشن؟ مين اللي يقول لي الحته دي؟ الكونسترينز. لازم اعمل تشيك على الكونسترينز. ازاي؟ انا عندي ليبر كونسترينز كان بيقول لي ايه؟ ان 1 اكس 1 زائد 2 اكس 2 لازم يطلع اقل من او يساوي مين؟ 40 اورز. طب نعوض بالقيم دي كده، لو انا قلت 1 اكس 1 يبقى 1 في 5 بلس 2x2 يبقى 2 في 10 يبقى دي 20 و5 ب 25. يبقى معنى كده ان انا عندي الكونسترين الاول اتحقق انه طلع اقل من الافيلابل. انا افيلابل عندي 40 ساعه، وانا هنا المنتجات دي عشان اعملها هعمل المنتج ده في 25 ساعه. يبقى كده ده كده الكونسترين ده صح. الكونسترين الثاني اللي هو الكلي كونسترين تشيك، يبقى انا عندي هنا لو عوضت عن كان 4x1 زائد 3x2، هعوض عن الاكس 1 هنا ب 5 عن الاكس 2 هنا ب 10، يبقى هنا 4 في 5 ب 20 و3 في 10 ب 30 يديني 50. الافيلابل كان كام؟ كان افيلابل عندي 120 باوند. يبقى معنى كده طالما الكونسترينز اتحققت يبقى اقدر احقق الربح ده. يبقى الربح ده يعتبر فيزابل سوليوشن، حل واقعي. طيب ده بالنسبه الفيزابل سوليوشن. الانفيزابل سوليوشن او الحل غير الواقعي او الحل اللي ما اقدرش ان انا اطبقه، هو الحل اللي بيتعارض مع كونسترين من الكونسترينز اللي موجوده. يبقى لو في قيد من القيود اللي موجوده داخل الموديل ما اتحققتش، يبقى معنى كده هقول ان الموديل ده يبقى مش واقعي او الحل ده مش واقعي. طيب الكلام ده بيتم ازاي؟ انا هنا هاخد ان الاكس 1 ب 10، يبقى الجزء الاولاني كنت مفترض ان انا الاكس 1 بعد ما حل الموديل طلعت ب 5 والاكس 2 كانت ب 10، فلما عوضت طلع ان الكونسترينز متحققه. طب هنا هتقولي لا انا المره دي هنتج 10 منتجات او 10 يونتس من الاكس 1 و20 ماجز 20 يونت من الاكس 2، تمام؟ يبقى انا كده هبتدي احقق الكلام ده. يبقى انا هشوف هنا ال10 اعوض 40 في 10 هيديني 400 بلس 50 في 20 هيديني 1000. يبقى البروفيت هنا بقى كام؟ البروفيت هنا كانه ضاعف عن الحاله الاولانيه. طيب هل انا اقدر احصل على البروفيت ده؟ يعني هل انا اقدر احصل على $1400 بير دي؟ طب الكلام ده لازم يتوافق مع مين؟ مع الكونسترينز. فهمسك اول كونسترين مثلا اللي هو الليبر كونسترين. الليبر كونسترين كان بيقول لي 1x1 plus 2x2 لازم يطلع اقل من او يساوي 40 اور. طب هنا لما اعوض بالاكس 1 ب 10 واعوض بالاكس 2 ب 20 يبقى هيطلع لي هنا مين؟ 1 في 10 بلس 2 في 20 هيطلع لي القيمه ب 50.
يبقى انا عشان اعمل 10 منتجات من البرودكت نمبر 1 و20 من البرودكت نمبر 2 انا محتاج 50 اورز، بينما المتاح عندي كام او الافيلابل عندي كام؟ 40 اورز. يبقى بالتالي ده بقول عليه ايه؟ انفيزيبل سوليوشن او سوليوشن غير واقعي او حل لا يمكن تطبيقه. يبقى ده كده اللي تشيك بتاعي. طبعا الكلام ده انا بفهمه لك عشان لما نيجي نحل مسألة كاملة تبقى فاهم فين الفيزابل سوليوشن وفين الانفيزابل سوليوشن. يبقى ده كده بالنسبة للفيزابل والانفيزابل سوليوشن. طيب هنبتدي نتكلم على سولفينج للال بي موديل. عايز احل الال بي موديل، احنا اتفقنا معنى ان انا اعمل سولفينج للال بي موديل ان انا بعمل فايندينج للفاليوز اوف ديسيجن فاريبلز، ان انا اوجد قيمه الاكس 1 والاكس 2 اللي احنا فرضناهم من شويه، عملنا اسامبشن من شويه ان انا طلعت قيمه اكس 1 واكس 2 عشان اشوف فين الفيزابل والانفيزابل سوليوشن. طيب سولفينج للال بي موديل، الال بي موديل لما تيجي تحل المساله بتاعته هتلاقي ان هو فيه جزئين، جزء متعلق بالفيزابيليتي وجزء متعلق بالاوبتيماليتي. الفيزابيليتي يعني ايه؟ الفيزابيليتي احنا بنحققها من خلال مين؟ تحقيق الكونسترين. يعني انا اقول على السوليوشن فيزابل او انفيزابل ديبند على ايه؟ ديبند على الكونسترين. لما اجي اعوض في الكونسترين زي ما شفنا كده من شويه، همسك الكونسترينز كلها، لو الكونسترينز كلها اتحققت يبقى انا بقول ان ده فيزابل سوليوشن. لو في كونسترين واحد ما اتحققش حتى لو باقي الكونسترينز متحققه يبقى اقول ان ده انفيزابل سوليوشن ومش هكمل حل للمساله. تمام. طيب الشق الثاني هو الاوبتيماليتي. المفروض ان الاوبتيمم سوليوشن بينتج امتى؟ لما احقق الماكسيمم بروفيت او المينيمم كوست. يبقى ده خاص بمين؟ بالاوبجكتيف فانكشن. يبقى لما تيجي تحل هتلاقي ان بعد ما بتعمل فورميوليشن للال بي موديل انت بتوجد الفيزابل سوليوشن فين، وبعد كده بتحسب البروفيت وتشوف هيحقق الاوبتيمم ولا لا. يبقى دي كده العناصر الاساسيه او الستيبس الاساسيه بتاعه الال بي موديل. طيب الال بي ميثودز في طريقتين بنعرف نحل بيهم او نعمل بيهم سولفينج للال بي موديل. يعني بعد ما عملت فورميوليشن للموديل زي ما شفنا عايز احله اعمل سولفينج، عايز اطلع قيمه الاكس 1 وقيمه الاكس 2. ففي طريقتين، في طريقه اسمها الجرافيكال سوليوشن وطريقه اسمها السمبلكس ميثود. الجرافيكال سوليوشن هلاقي ان الجرافيكال سوليوشن بيستخدم مع البروبلمز اللي بيبقى فيها تو ديسيجن فاريبلز زي المساله بتاعتنا اللي احنا عرضناها دلوقتي. يعني في اكس 1 واكس 2. ليه؟ لان في الجرافيكال سوليوشن انا برسم جراف اكس وواي، يبقى محورين هما اللي عندي، فبالتالي لما بتعامل هما تو ديسيجن فاريبلز، يبقى انا بتعامل مع تو ديسيجن فاريبلز. يبقى دايما هتلاقي المساله اللي بتتحل بالجرافيكال سوليوشن هي مساله عباره عن تو فاريبلز او تو ديسيجن فاريبلز. طيب السمبلكس ميثود دي بتستخدم عشان تعمل سولفينج للال بي موديل اللي بيحتوي على اكتر من تو ديسيجن فاريبلز. يعني هلاقي ان الطريقه بتاعه السمبلكس دي اصعب شويه، بتعتبر اتريتيف الجوريزم، بتعتمد على الاتريشن، بعمل مجموعه من الترايلز لحد ما بوصل للاوبتيمم سوليوشن. طبعا طريقه كبيره جدا وبتاخد وقت كبير عشان ابتدي اعملها. احنا هنشتغل مع بعض الجزء بتاع الجرافيكال سوليوشن، يعني هشتغل على ان الموديل بيحتوي على تو ديسيجن فاريبلز. طيب عشان اعمل الجرافيكال سوليوشن المفروض ان انا بشتغل على تو ديسيجن فاريبل. لو هم 3 فاريبلز بيبقى في صعوبه في عمليه التعامل بالجرافيكال سوليوشن. ميزه الجرافيكال سوليوشن ان هو بيبتدي يعمل لي فيجواليزيشن للسوليوشن، يعني انا ببقى شايف الحل مرسوم قدامي، بعرف فين الفيزابل سوليوشن، بعرف فين المنطقه
بتاعت الاوبتيمم او الماكسمايزيشن للبروفيت بتتم فين، المينيمايزيشن للكوست بتتم فين. فده كده من مميزات الجرافيكال سوليوشن. طيب نبتدي نشتغل على الجرافيكال سوليوشن. نبتدي نكمل بقى. احنا طبعا وصلنا ان احنا عملنا فورميوليشن للموديل. انسى طبعا دلوقت الحتة بتاعت الفيزابل سوليوشن والانفيزابل سوليوشن، انا بس كنت بفهمك ازاي تعرف ان الحل اللي انا حصلت عليه فيزابل ولا انفيزابل. هل انا مثلا عايز احقق $100,000، هل ده متاح ولا لا؟ انا اكيد عندي كونسترينز بتحكم الكلام ده، فبالتالي انا بحقق الفيزابيليتي من خلال اللي تشيك على الكونسترينز، بحقق الاوبتيماليتي من خلال ان انا بتشيك على الاوبجكتيف فانكشن. طيب نبدا بقى في الجرافيكال سوليوشن. جرافيكال سوليوشن زي ما اتفقنا ان انا بتعامل مع جراف. انا عندي مجموعه بارامترز بتبقى موجوده. اتفقنا ان الجرافيكال سوليوشن بيتعامل مع ال LP models اللي بتحتوي على 2 decision variables. ال 2 decision variables بتوعي هم مين؟ ال X1 وال X2. يبقى انا عندي X1 كان بيمثل ال number of poles produced، وال X2 كان بيمثل ال number of mugs to be produced. يبقى انا هرسم محورين، محور افقي بيمثل ال X1 ومحور رأسي بيمثل الـ X2، وهبتدي أكتب الموديل اللي أنا حصلت عليه. أنا قلت إن الـ Objective Function هي Maximize الـ Z equal 40X1 plus 50X2 subject to الـ Constraints اللي قلنا عليها أو اللي عملنا لها Formulation. جميل. الرسمة هنا اللي بيترسم هنا هي الـ Constraints. يبقى أنا عايز أرسم المعادلتين دول. يبقى لو عندي 2 constraints، عندي 3، عندي 4، عندي 5، اللي هيترسم جوه هنا هي المعادلات او الايكويشنز اللينير الخاصه بالconstraints. طيب اول constraint اللي هو ده اللي الايكويشن بتاعته دي 1x1 plus 2x2 less than or equal 40. الكلام ده انا عايز امثله هنا، امثله هنا بلاين. اللاين ده المفروض ليه نقطتين، نقطة على المحور الرأسي ونقطة على المحور الأفقي. طيب هبتدي أعمل إيه؟ اكتب بقى ورايا عشان بس تفتكر الكلام ده. أول حاجة أنا هاجي عند المعادلة دي هعتبر إن أنا مش هنتج أي يونت من الـ X1. كلمة مش هنتج من الـ X1 معناها إن الـ X1 هحطها بكام؟ بزيرو. لما احط X1 بزيرو يطلع لي X2 كأنها ايه؟ 2X2 equal، هحول الـ less than or equal دي لإيكواليتي، هقول ان الإيكويشن بتاعتي دلوقتي بقت عبارة عن ايه؟ 0 plus 2X2 equal 40. يبقى الـ X2 40 على 2 هيديني 20. يبقى كأن إحداث النقطة الأولانية عبارة عن ايه؟ 0 X1 مع 20 X2. يبقى هو ادي 0 X1، يعني انا مش هنتج من الـ X1، بينما هنتج قد ايه من الـ X2؟ 20 اهي. يبقى انا هحط هنا 20، اروح واخد نقطة كده عند الـ 20. ده الـ Constraint الاولاني، اول بوينت فيه. نفس الـ Constraint بس هفرض الفرض التاني، ان انا مش هنتج من الـ X2 الماكس. يبقى انا كاني ما انتجتش، كاني ما انتجتش، يعني الاكس 2 بكام؟ بزيرو. يبقى ال 1x1 ايكوال 40، يبقى الاكس 1 ب 40. يبقى كان احداثي البوينت الثانيه x1 ب 40 واكس 2 بزيرو. يبقى تعالى هنا على المحور ده، ادي الاكس 1 ب 40 اهي، تمام، والاكس 2 بزيرو، يعني انا مش هطلع، مش هتحرك من مكاني. يبقى البوينت التانية ال 40. يبقى انا لما عوضت ب X1 بزيرو طلع لي ان ال X2 ب 20، ولما عوضت بال X2 بزيرو هنا ال X2 بزيرو طلع لي ان ال X1 ب 40. يبقى النقطتين دلوقت هما مين؟ هما
الأربعين والعشرين. تاني أنا عايز أرسم الجرافيكال سوليوشن. الجرافيكال سوليوشن معناها إن أنا بعمل ريبريزنتيشن للكونسترينز، برسم محورين اكس 1 واكس 2. طيب هتقول لي طيب الأبعاد دي أو الدايمنشنز دي هرسمها إزاي؟ طبعا بترسمها بسكيل، بيبقى عندك ورقة رسم بياني تبتدي ترسم من خلالها. طيب أنا اخترت الأرقام دي بناء على إيه؟ أنا همثل الكونسترينز، فأنا ببص على الكونسترينز سريعا كده أشوف أعلى قيمة هتطلع معايا قد إيه؟ يعني أنا لما أفرض الـ X1 بـ 0 هيطلع الـ X2 بـ 20، لو فرضت دي بـ 0 هيطلع الـ X2 هنا بـ 40 وهكذا. يبقى أنت لو عوضت سريعا في الكونسترينز هتعرف السكيل اللي أنت هترسم بيه. فهنا أنا مقسمها 10 20 30 40، يبقى أنت هتقسمها برضو داخل الرسم البياني عشان الرسمة تطلع معاك السكيل مظبوط. طيب بعد كده عملت ايه؟ اول كونسترين اللي هو ده الخط ده رسمته ازاي؟ المعادلة بتاعته هي x1 plus 2x2 حولتها لإيكواليتي، خليتها إيكوال 40. اول حاجة هعملها هقول ان انا مش هنتج من الـ x1، يبقى الـ x1 بزيرو، فهيطلع ان الـ x2 بكام؟ 40 على 2 يعني هيطلع ب 20. يبقى الاحداثي بتاع البوينت الاولانية هي 0 مع ال 20. طيب بعد كده هفرض ان انا مش هنتج من الاكس 2، يعني الاكس 2 ب 0، يبقى الاكس 1 يطلع ب 40، يبقى الاحداثي بتاع النقطه عباره عن 40 و 0. يبقى رسمت الليبر كونسترين، يبقى انا كده عملت ما يسمى بالليبر كونسترين. بعد كده هعمل تشيك صغير كده، طبعا انت مش هتعمل الكلام ده جوه المسائل بعد كده، بس انت عشان تفهم يعني ايه كونسترين، يعني ايه البوينت بتحقق الكونسترين، يعني ايه البوينت ما بتحققش الكونسترين، يعني ايه فيزابل سوليوشن. طيب لو بصيت على نقطه زي نقطه A ونقطه زي نقطه B، نقطه A تحت الخط اللي انا رسمته، طيب الاحداثي بتاعت النقطه دي عباره عن ايه؟ عباره عن 10 x1 و10 x2، يبقى الx2 ب10 والx1 ب10. طيب لو انا خدت البوينت دي عوضت بيها في الكونسترين الاول، يعني انا كده حطيت هنا 10 بلس 2 في 10 يبقى ب 20، يبقى المجموع بتاعهم 30، فعلا اقل من او يساوي 40، يبقى اقل من ال 40، يبقى بالتالي البوينت A بتحقق الكونسترين. طيب البوينت B، البوينت B الاحداثي بتاعها كام وكام؟ الx1 40 والاكس 2 ب 30. طب تعالوا نبص كده، لو انا عوضت بالاكس 1 هنا ب 40 زائد الاكس 2 ب 30، 2 في 30 ب 60، 60 و 40 ب 100، يبقى ال 100 دي اكبر من كام؟ من 40. يبقى المنطقه اللي بره دي ما تعتبرش فيزابل سوليوشن، يبقى انا مش هشتغل عليها. يبقى الكونسترين ما بيتحققش عند نقطه بي او فوق الخط. طيب هعرفها برضو من حاجه ثانيه، هي الايكويشن هنا عباره عن ايه؟ عباره عن less than or equal، اقل من او يساوي، يبقى كل اللي تحت الخط ده يحقق الكونسترين، اي حاجه فوق الخط يعني greater than 40 يبقى بالتالي مش هتحقق الكونسترين. طب على سبيل المثال لو انت خدت البوينت ده اهي اللي هي واقعه على الخط اللي هي 20، الاحداثي بتاعها كام؟ x1 ب 0 وx2 ب 20. لو انا عوضت هنا x1 ب 0 وx2 ب 20، 2 في 20 ب 40 تساوي ال 40. طب النقطه دي اللي هي الاحداثي بتاعها كام؟ اللي هي احداثي بتاعها 40 و 0، الx1 ب 40 والx2 ب 0. لو انا عوضت هنا 40 بلس 2 في 0 يبقى اقل من او يساوي 40. يبقى معنى كده ان المنطقه اللي هي معمول عليها هايلايت دي بتمثل منطقه تحقيق الكونسترين اللي هو بنقول عليه الفيزابل سوليوشن بالنسبه لمين؟ بالنسبه للليبر كونسترين. يبقى انا كده مثلت الليبر كونسترين. طيب بعد ما عملت الخط ده هعمل الخط الثاني على نفس الرسمه، بس انا هنا هعمله لك منفصل لوحده. طبعا انا اتكلمت على البوينت A والبوينت B، هنتكلم عن الكونسترين الثاني
الكونسترين التاني هو مين؟ 4x1 plus 3x2. ال 4x1 وال 3x2 المفروض ان انا عايز ارسمه، هرسمه بنفس الطريقة. كنا بنعمل ايه؟ بعمل assumption ان انا مش هنتج من ال x1، يعني ال x1 بزيرو، لما ده يكون بزيرو يبقى ال 3x2 equal 120، يبقى ال x2 عبارة عن 120 على 3 يبقى يديني 40. يبقى أول بوينت عندي هي مين؟ زيرو مع الأربعين، أروح معلم هنا على الأربعين. طيب أرجع تاني للكونسترين، هعوض، هقول هفترض إن أنا مش هنتج من الـ X2، يعني الـ X2 بزيرو، فيبقى 4 X1 إيكوال 120، يبقى الـ X1 بـ 120 على 4 يعني هيديني 30، يبقى الإحداثي بتاع النقطة عبارة عن 30 وزيرو. يبقى انا اعلم على النقطة دي واروح راسم الخط ده بنفس الكيفية. لو انا حبيت اعمل تشيك على الفيزابل سوليوشنز والانفيزابل سوليوشن، هلاقي ان المنطقة اللي هنا دي كده هي الفيزابل، المنطقة اللي فوق الخط دي الانفيزابل. ليه؟ لان الكونسترين بتاعي less than or equal، يبقى لحد النقط اللي على الخط هلاقيها بتحقق، لكن تحت الخط مش هتحقق معايا الكونسترين. طيب طبعا انت ما بترسمش كل كونسترين منفصل في ورقة، لا، هو على نفس الجراف بترسم التو كونسترينز اهو. يعني انا كده انا بس بشرح لك يعني ايه فيزابل سوليوشن بالنسبة للكونسترين الاول والكونسترين الثاني. طبعا احنا قلنا البوست كونسترينز لازم يتحققوا مع بعض عشان اقدر اعرف منطقة الفيزابل سوليوشن فين. حلو، ادي الخط الاول اللي احنا رسمناه الخاص بالكونسترين نمبر 1، الكونسترين نمبر 2 اللي هو الكلاي كونسترين ده الخط بتاعه. طيب انا كده عندي كام اريا؟ عندي 3 ارياز، ادي اريا اللي هي الكبيره دي، المثلث الكبير ده والمثلث الصغير ده والجزء اللي معمول عليه هايلايت. الثلاث مناطق دول لو هعمل عليهم تشيك يعني ايه؟ المنطقة دي لو أنا في بوينت هنا، البوينت اللي هنا فوق الخط بتاع الكونسترين الأول يبقى مش هتحققه، بينما تحت الخط بتاع الكونسترين الثاني يبقى هتحققه، يبقى هتحقق كونسترين ومش هتحقق الآخر. يبقى المنطقة دي بقول عليها invisible solution، يبقى ما ينفعش إن دي تبقى منطقة حل. طيب لو جيت للمثلث اللي تحت الصغير ده، هتلاقي إن لو في بوينت هنا هتبقى موجودة تحت الخط بتاع الكونسترين الاول يعني بتحققه، بس فوق الخط بتاع الكونسترين الثاني يبقى ما بتحققهوش. يبقى بالتالي حققت كونسترين وما حققتش الثاني، يبقى ده انفيزابل سوليوشن. طب المنطقه اللي معمول عليها هايلايت اللي هي متظلله هنا، هلاقي ان المنطقه دي موجوده تحت الخط بتاع الكونسترين الاول وتحت الخط بتاع الكونسترين الثاني، يبقى المنطقه دي هي اللي بقول عليها الاريا كومن تو بوست كونسترين، دي المنطقة اللي حققت البوست كونسترين، يبقى هي دي منطقة الفيزابل سوليوشن. يبقى دي كده اهو مديك نقط مختلفة، نقطة S، نقطة T، نقطة R، ولو حطيت نقطة هنا كمان يبقى التلات نقط اللي بره اللي هيبقوا هنا دول مش هيحققوا. النقطة الوحيدة اللي هتحقق هي أي نقطة موجودة داخل الهايلايت اريا دي اللي هي بتحقق التو كونسترينز، يعني تحت الخط الاول وتحت الخط الثاني. يبقى ده كده بقول عليها منطقه الفيزابل سوليوشن، يبقى ده كده منطقه الحل بتاعتي. طيب الجرافيكال سوليوشن ميثود فور اوبتيماليتي، الجزء اللي فات ده انا حققت مين؟ حققت الفيزابيليتي. احنا قلنا ال ال بي موديل حاجتين، فيزابيليتي واوبتيماليتي. طبعا بعد ما عملت فورميوليشن للموديل انا ابتديت اعمل له تمثيل او جرافيكال سوليوشن، هو ده الجرافيكال سوليوشن بتاعي. انا رسمت الموديل او رسمت الموديل كونسترينز وابتديت اطلع احدد اعمل هايلايت على الاوبتيمال سوليوشن. ده هتعمله وانت بتحل اي مساله في اللينير بروجرامينج، لازم انت تحدد لي منطقه اللي بتحقق الحل لكل الكونسترينز. طبعا هنا العمليه سهله لان انت عندك تو كونسترينز بس، فبالتالي عرفت تحدد المنطقه.
لما الكونسترينز هتزيد هتلاقي الخطوط تدخلت معاك، فلازم تكون واخد بالك جدا انت هتحدد الاوبتيمال سوليوشن ازاي. طيب يبقى انا كده حددت الفيزابيليتي او الفيزابل سوليوشن. المرحله اللي بعد كده هي الاوبتيماليتي. يعني ايه؟ يعني انا هدور على القيم الخاصه بالاكس 1 والاكس 2 اللي تحقق لي اعلى بروفيت، اللي تحقق لي الماكسيمم بروفيت. طيب الكلام ده بيتم ازاي بقى؟ في عندنا طريقتين. يبقى انت كده عملت فورميوليشن للموديل، بعد ما عملت فورميوليشن للموديل رسمت التو اكسيز بتوع اكس 1 واكس 2 او الاكس والواي، التو بارامترز اللي عندك، رسمت الكونسترينز، مثلت الكونسترينز، طلعت الفيزابل سوليوشن. بعد ما عملت الكلام ده هتبتدي تختار طريقه من الطريقتين. طبعا احنا هنحاول قدر الامكان يعني ما نلزمكش بطريقه معينه، اختار الطريقه اللي تعجبك وحل بيها. الطريقه الاولانيه بقول عليها الايزوبروفيت ميثود، او بنسميها في بعض الاحيان الايزو كوست ميثود. ليه؟ لان احنا زي ما اتفقنا مره المساله هتجيلك ماكسمايزيشن فانت بتتعامل مع بروفيت فبسمي الطريقه ايزوبروفيت، ومره هتجيلك مينيمايزيشن فانت بتتعامل مع كوست فهسمي الطريقة ايزو كوست ميثود. طيب الطريقة بتقول لي ايه؟ الطريقة التانية طبعا اسمها الكورنر، الطريقة التانية اسمها الكورنر بوينت ميثود. سواء الطريقة دي او الطريقة دي، اول خطوة هنا واول خطوة هنا شبه بعض، اللي هو بيقول لي graph all constraints and find the visible region. ده الكلام اللي احنا عملناه. احنا عملنا كل الكونسترينز، مثلناها وعرفت فين الفيزابل اريا. يبقى انا هنا سواء في الايزو بروفيت ميثود او في الكورنر بوينت ميثود انا حددت كل الكونسترين وحددت الفيزابل ريجون. بعد كده بيقول لي في الايزو بروفيت ميثود سيلكت سبيسيفيك بروفيت اور كوست لاين اند جراف ات تو فايند ذا سلوب. معنى الكلام ده ايه؟ احنا عشان نرسم الكونسترينز عملت ايه؟ عشان ارسم الكونسترينز ابتديت اعوض في الايكويشنز بتاعت الكونسترينز. مره خليت اكس 1 بزيرو وطلعت اكس 2، ومره خليت اكس 2 بزيرو وطلعت اكس 1، ورسمت اللاين بتاع كل كونسترين. المره دي هو بيقول لي ايه في الطريقه دي؟ انت بتختار سبيسيفيك بروفيت. معنى سبيسيفيك بروفيت او كوست معناها ان انا بتكلم على الاوبجكتيف فانكشن. يبقى انا المره دي هعمل اسامشن لقيمه الزد. يبقى الخطوه دي بتقول لي ان انا هعمل اسامشن لقيمه الزد وابتدي ارسم الخط بتاع الاوبجكتيف فانكشن على الرسمه. طيب الخط ده يفضل ان انت تعمله داش لاين عشان يبقى مميز عن الخطوط بتاعت الكونسترينز. هنشوف هنعمله ازاي. بعد كده بعمل ايه؟ بعمل موف بالobjective function line in the direction of increasing the profit او decreasing the cost. لو المسألة عندي عبارة عن profit يبقى انا همشي في الاتجاه، همشي بالخط الداش لاين ده في الاتجاه اللي بيزود لي البروفيت. لو انا بشتغل على مسألة cost يبقى انا همشي في الاتجاه اللي بيعمل decreasing للcost. طيب بعد كده اخر بوينت هيلمسها الخط في اتجاه الانكريزنج للبروفيت او الديكريزنج للكوست هي دي الاوبتيمم سوليوشن. تاني بعد ما برسم الكونسترينز، الخطوه اللي وصلنا لها من شويه، بعد ما بوجد الفيزابل ريجون اللي هي الهايلايت اللي انا عملته داخل المنطقه، ببتدي افرض قيمه للاوبجكتيف فانكشن، قيمه للزد. بعد ما بفرض قيمة للزد ببتدي اطلع قيم الاكس 1 والاكس 2 عشان ارسم لاين. رسمت اللاين زي ما عملت مع الكونسترينز، هعمله داش لاين. الداش لاين ده هتحرك بيه، هاخد موازيات ليه بحيث انه يلمس ابعد نقطة من الفيزابل ريجون. الفيزابل ريجون اللي انا عملت عليها هايلايت ابعد نقطة هيلمسها الخط هتبقى دي هي الاوبتيمم سوليوشن. تعالوا نشوف الكلام ده. احنا هنا رسمنا
الخطين بتوع الكونسترينز اللي هم فين؟ الخط الاول اهو اللي هو كان عبارة عن العشرين مع الاربعين، طبعا كمالته مش موجودة، انا خدت بس المنطقة بتاعت الفيزابل ريجون. الخط التاني كان عبارة عن التلاتين متوصل مع الاربعين اللي فوق دي، فبالتالي ده كده الكونسترين التاني. وصلت ان دي المنطقة بتاعت الفيزابل ريجون، ده الخط الداش لاين اهو اللي هو هستخدم فيه الايزوبروفيت ميثود. طيب بعمل ايه؟ سيبك بقى من الاثنين كونسترينز دول، انا هبتدي اشتغل على الاوبجكتيف فانكشن. الاوبجكتيف فانكشن هنا مجهوله، تمام؟ فانا هعمل لها اسامشن. انا عملت اسيوم هنا للزد ايكوال 800 دولار. طيب اشمعنى 800 دولار؟ انا بختار الرقم ده ديبند على ايه؟ او بفرض الرقم ده ديبند على ايه؟ ديبند على الكوفيشنز بتاعه الاكس 1 والاكس 2. يعني انا بشوف رقم للزد يقبل القسمة على معامل اكس 1 ومعامل اكس 2. يعني ببساطه كده ممكن انت تفرض ان الزد ب 1000، واحد زميلك تاني يفرض ان الزد ب 1200، واحد تالت يضرب المعامل ده في المعامل ده، ال 50 في ال 40 فيدي له 2000، يقول انا هفرض ان هنا 2000، مفيش اي مشكله بالنسبه لي. كل الخطوط في الاخر انت هتعمل موازيات، فانت لو رسمت خط واحد هتقدر تجيب باقي الخطوط. فخلينا هنا انا فرضت ان الزد بكام؟ ب 800 دولار. طيب ال 800 دولار دول لو انا حطيتهم هنا بقى عندي ايكويشن. الايكويشنز دي الايكويشن دي ايه المجاهيل اللي فيها؟ الاكس 1 والاكس 2. هعمل بنفس الطريقه اللي انا مثلت بيها الكونسترينز همثل بيها الاوبجكتيف فانكشن. ازاي؟ لو انا فرضت هنا ان الاكس 1 بزيرو، يعني انا ما انتجتش من الاكس 1، يبقى ال 50 اكس 2 هتساوي 800، يبقى هتقسم ال 800 على ال 50 هيديك قيمه الاكس 2. يبقى انا كان الاحداثي بتاعي زيرو و16. ال 16 دي جت منين؟ لما قسمت ال 800 على ال 50، 80 على 5 هيديني 16. يبقى ده كده قيمة الاكس 2، احداث النقطة الاولانية 0 و16 اهي النقطة دي. طيب بعد كده هفرض ان الاكس 2 بزيرو، يعني كأني ما انتجتش من الاكس 2. لما افرض الاكس 2 بزيرو هيطلع ان 800 ايكوال 40 اكس 1، يبقى الاكس 1 بتساوي 800 على 40 يعني هتديني 20. يبقى انا هنا كأن الاحداث بتاع النقطة التانية هي 20 وزيرو، يبقى النقطة دي. طيب يبقى أصبح عندي نقطتين اهو، هوصلهم بخط. قلنا يفضل إن ده يبقى داش لاين عشان أبقى فاهم إن ده بتاع الأوبجيكتيف فانكشن. رسمت الخط ده. الخط ده بعمل بيه إيه بقى؟ بمشي بيه موازيات، يعني أنا هرسم موازي للخط ده. طيب هو فين الاتجاه اللي بيزيد فيه البروفيت؟ الاتجاه اللي بيزيد فيه البروفيت هو الاتجاه لأعلى. ليه؟ لان انا كل ما اتحرك لاعلى الاحداثيات بتاع اكس 1 واكس 2 بتزيد، فلما قيمه اكس 1 تكبر وقيمه اكس 2 تكبر يبقى معناها البروفيت هيحصل له ماكسمايز. طيب لو انا بشتغل المساله دي على كوست والخط ده اترسم، الكوست انا بعمل لها ايه؟ مينيمايز. طب فين الاتجاه اللي يقلل قيمه الايكويشن دي؟ لو انا قللت قيمه الاكس 1 والاكس 2 يبقى الاتجاه اللي لتحت. يبقى انا بشوف فين الاتجاه على حسب المساله. يبقى الخط ده بروفيت، يبقى انا همشي في الاتجاه للاعلى. حلو، همشي ازاي؟ هاخد موازيات. طيب فين النقط او فين الكورنرز بتاعه الفيزابل ريجون؟ النقطه دي تعتبر اول كورنر اللي هي الاحداثي بتاعها كام؟ 0 و20. النقطه دي تاني كورنر اللي هو 0 0. النقطه دي هي النقطه الثالثه اللي هي 30 و0. والنقطة الرابعة هي النقطة دي اللي أنا ما أعرفش الإحداثي بتاعها لسه، أو ممكن أجيبه من على الرسم أو هجيبه من حل التو إيكويشنز دول. حلو. لو أنا مشيت موازي بالخط في اتجاه زيادة البروفيت في الاتجاه للأعلى، هعمل إيه؟ هلاقي إن الخط ده هيلمس البوينت دي الأول. بعد كده هلاقيه لمس البوينت اللي تحت دي. بعد كده آخر بوينت هيلمسها هي النقطة دي. النقطة دي لو انا جبت الاحداثي بتاعها
وعوضت بيه داخل الاوبجكتيف فانكشن هنا، هلاقي ان ده اعلى بروفيت. تاني بعد ما رسمت طبعا بعمل اسامشن لقيمه الاوبجكتيف فانكشن. الاسامشن ده ديبند على الكوفيشنز دي، انه رقم بيقبل الاسم على الكوفيشنز بتاعت اكس 1 واكس 2. طيب الرقم ده ممكن افرضه اي رقم يقبل الاسم عليهم، بحيث ان يرسم لي خط داخل الفيزابل ريجون. اهو بص كده، ده الخط اللي انا رسمته اللي هو كان بكام؟ كان ب 800. طيب واحد تاني فرض الخط التاني ده اهو، فرضه ب 1200. طب شوف كده لما تعوض، لو انت فرضت ده ب 1200 حط الاكس 1 بزيرو، هيطلع ان الاكس 2 عباره عن ال 1200 على 50، فهيديك تقريبا 25 او حاجه و20. نفس الكلام لما تفرض ان الاكس 2 هي اللي بزيرو، هتقسم ال 1200 على ال 40 هيديك هنا 30. هتوصل النقطتين يبقى انت رسمت الخط ده. لو رجعت بيه موازي هيطلع نفس الخط ده، خدت بيه موازي تاني قدام هيطلع خط تاني اهو. يبقى انت سواء فرضت اي رقم وطلع لك خط، واحد زميلك لقى الخط ده، الخط ده لازم يرجع بيه جوه الفيزابل ريجون ويبتدي يتحرك بيه في اتجاه زيادة البروفيت، على اساس ان المسألة عبارة عن ماكسمايزيشن للبروفيت. طيب خلينا مع الخط بتاعنا ده اللي انا رسمته. لما مشيت بيه هنا اهو، عدى على النقطة دي الاول، وبعد كده عدى على النقطة دي اهي، وبعد كده اخر حاجة هتلاقيه لمس مين؟ النقطة الاخيرة هنا اهي. بص كده الخط ده عامل لك سهمين اهو، السهمين دول معناها ان ده الاتجاه اللي بيزيد فيه البروفيت. لما اتحركت بالخط موازيات بالمسطرة مثلا، هلاقي ان الخط لمس دي الاول ولمس دي تاني، وبعد كده اخر بوينت لمسها مين؟ هي النقطة دي. يبقى اخر بوينت بيلمسها الايزو بروفيت لاين او الايزو كوست لاين، يبقى اخر بوينت دي هي الاوبتيمال سوليوشن بتاعه. طيب النقطة دي بقى الاحداثيات بتاعتها كام؟ يا اما لو انت راسم صح بسكيل مظبوط هتقدر تطلعها من على الرسمة. لو انا دخلت افقي كده جبت قيمة الاكس 2، دخلت كده رأسي جبت قيمة الاكس 1، يبقى هعرف انا هنتج قد ايه من الاكس 1 وهنتج قد ايه من الاكس 2. طيب لو انا عايز احلها رياضيا، طبعا في طبعا كالكوليترز بتبتدي تحسب الكلام ده وتطلع لي، تحلل لي المعادلات وتطلع لي الاوبتيمم سوليوشن على طول. لو انت عايز تعملها مانيوالي، لو انا جيت على النقطه دي، النقطه دي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن تقاطع التو كونسترينز، الكونسترين الاول اللي هو الليبر كونسترين والكلي كونسترين. فالبوينت دي هي نقطه التقاطع بتاعته. لو انا حليت المعادلتين بتوع التو كونسترينز دول مع بعض ازاي؟ يعني مثلا انا لو جيت ضربت المعادله اللي فوق دي بتاع الكونسترين الاول ضربتها في نيجاتيف 4، يبقى هنا بقى نيجاتيف 4x1 مع بوزيتيف 4x1 هيطيروا مع بعض. يبقى انا كده طيرت بارامتر من التو بارامترز المجهولين. طيب لما اضرب الاثنين دي في نيجاتيف 4 تبقى نيجاتيف 8x2 وفي بوزيتيف 3x2 يبقى يديني نيجاتيف 5x2. طيب لما اضرب هنا في نيجاتيف 4 يبقى يديني نيجاتيف 160، وهنا بوزيتيف 120 يبقى يديني نيجاتيف 40. يبقى هينتج في الاخر ان النيجاتيف 5x2 ايكوال نيجاتيف 40، يبقى هتطلع الاكس 2 بكام؟ ب 8. طيب يبقى طلعت اول احداثي الاول نقطة ب8. الاحداث التاني هجيبه ازاي؟ عوض في الاكويشن. لما احط اكس 2 ب8 يبقى 8 في 2 ب16، يبقى 40 ناقص 16 هيديني الاكس 1 ب24. يبقى احداثي النقطة دي هيطلع كام؟ اهو تقريبا هيطلع، لو انت نزلت هنا هتلاقي دي 24، ولو دخلت كده افقي هتلاقي دي تقريبا 8. يبقى ده كده لو انت حليت المعادلتين مع بعض او طلعتها من على الجراف. اهو ادي الـ8 وادي الـ24
كده وصلت للأوبتيمم سوليوشن. حلو، لو انت عوضت بالقيم دي بقى، عوض هنا كده، حط ال X1 ب 8 وال X2 ب 24، يبقى هتضرب 8 في 40 هيديك تقريبا 320، وهنا هتضرب 50 في 24 وتجمع الكلام ده، هيطلع لك تقريبا ان الزد بتساوي 1360. جرب كده الكلام ده، حط داخل معادلة الاوبجكتيف فانكشن ال X1 ايكوال 24 وال X2 ايكوال 8، سوري انا عكست، يبقى ال X1 هي اللي ب 24 وال X2 هي اللي ب 8، وابتدي عوض، هيطلع لك الماكسيمم بروفيت. طيب دي مين؟ دي طريقة الايزو بروفيت ميثود. طيب طريقة الكورنر ميثود، الكورنر ميثود ببساطة اسهل من الايزو بروفيت، اللي هو ايه؟ انت كان عندك كام كورنر؟ 4 كورنرز، اللي هو 0 0 البوينت دي، النقطة الثانية بتجيب الاحداثيات بتاعتها اللي هي 0 X1 و 20 X2، اهي X1 ب0 X2 ب20. طيب البوينت الثالثة اهي الكورنر الثالث، اللي هو عبارة عن 30 X1 و 0 X2، يبقى دي X1 ب30 والX2 ب0. ناقص لك مين؟ الكورنر الرابع. الكورنر الرابع احنا جبناه ازاي؟ حلينا المعادلتين مع بعض من شوية، يبقى انت هتحل المعادلتين دول مع بعض عشان تعرف الكورنر ده بكام، فطلع ان الX1 ب24 والX2 ب8. بعد كده بتعمل ايه؟ بتعوض في الاوبجكتيف فانكشن. هتعوض ازاي؟ هتيجي هنا تمسك البوينت دي تقول لي هحط X1 ب0 لما احط ده ب0 وX2 ب20، يبقى 50 في 20 هيديني بروفيت كام؟ 1000. يبقى دي اول بوينت، يبقى البوينت دي تحقق بروفيت قيمته $1000. طيب البوينت الثانيه اللي هي دي، لو انا عوضت دي ب0 ودي ب0 يبقى ما فيش بروفيت، لان انا ما انتجتش من X1 ولا انتجت من الX2، يبقى بالتالي اصبح ما فيش عندي اي بروفيت عند البوينت دي. الكورنر الثالثه اهي، لو حطيت X1 ب30 يبقى 30 في 40 ب 1200، وX2 ب0 يبقى ده هيطير، يبقى هيطلع لي البروفيت بكام؟ ب 1200. اخر بوينت اللي هي دي طلعت بكام؟ X1 ب 24 والX2 ب 8. لو انا عوضت هنا الX1 40 في 24 زائد 8 في 50 هيديني ان البروفيت ايكوال 1360. بعد ما طلعت البروفيت بتاع كل كورنر، بختار اكبر بوينت او اكبر نقطه حققت اعلى بروفيت، يبقى هي دي الاوبتيمال سوليوشن. لاحظ حاجه، احنا حلينا بالطريقتين، الطريقه الاولانيه الايزو بروفيت ميثود، والطريقه الثانيه اللي هي الكورنر بوينت ميثود، والاثنين وصلوني لنفس السوليوشن. يعني ما يجيش واحد يحل بالايزو بروفيت والتاني يحل بالكورنر ميثود ويطلع حلول مختلفه. يبقى ده كده بالنسبه للطريقتين اهو. لو انا رجعت تاني كده، دي الطريقه الثانيه الكورنر بوينت ميثود، بيقول لي ايه فيها؟ ان انا برسم او بعمل جراف لكل الكونسترينز واوجد الفيزابل ريجون، مشتركه الخطوه دي في الاثنين. بعد كده بدل ما كنت برسم الايزو بروفيت لاين، لا ده انا هوجد الكورنر بوينت للفيزابل ريجون، همسك الفيزابل ريجون اجيب الاحداثيات بتاع كل الكورنر، بعد كده هحسب البروفيت لكل كورنر، كل كورنر امسكه اعوض في الاوبجكتيف فانكشن وابتدي احسب قيمته، بعد كده سيلكت الكورنر بوينت وذ ذا بيست فاليو اوف اوبجكتيف فانكشن، اعلى نقطه هتحقق لي اعلى بروفيت، يبقى هي دي الاختيار الامثل بتاعي. او لو كانت المسألة كوست، يبقى الكورنر اللي هيحقق لي اقل كوست، يبقى كده انا حققت او حليت الموديل بتاعي. يبقى الموديل بتاعي كان عبارة عن ان انا اوصل للكلام ده. طيب حتة اخيرة هنقولها، ايه رأيك لو انا غيرت في الـ objective function؟
يعني احنا كده في المسألة عملنا مجموعة steps. الستيب نمبر 1 ان انا جبت لك مسألة قلت لك اعمل لها فورميوليت للال بي موديل. كلمة فورميوليت للال بي موديل جاست ان انت هتطلع لي الايكويشنز دي زي ما اتعلمنا او زي ما عملناها من شوية. طيب بعد كده الخطوة الثانية قلت لك سولف الموديل يوزنج جرافيكال سوليوشن، حل لي الموديل او ال بي موديل ده بالجرافيكال سوليوشن. معناها ايه؟ معناها ان انت هتعمل ريبريزنتيشن للاكس 1 والاكس 2، هترسم كل الكونسترينز اللي موجوده في المساله. بعد ما ترسم كل الكونسترينز هتحدد الاوبتيمال، هتحدد الفيزابل سوليوشن. فين الفيزابل ريجون؟ الفيزابل ريجون ممكن تكون اريا، ممكن تكون لاين، ممكن تكون بوينت. يبقى لاحظ ان الفيزابل ريجون ممكن تطلع معاك اي حاله من الحالات اللي انا بقولها دي، ممكن تطلع اريا، ممكن تطلع لاين، ممكن تطلع بوينت. فبالتالي حددت الفيزابل ريجون بتاعتي. بعد ما حددت الفيزابل ريجون هتختار اي طريقه من الاثنين، مش شرط ان انت تحل بالطريقتين. طبعا لو انت فاضي وعايز تعمل تشيك لنفسك وعايز تشوف الحل بتاعك صح ولا لا ممكن تعملها، لكن يفضل ان انت تختار طريقه وتحل بيها. يبقى انا كده اخترت مثلا الايزوبروفيت ميثود او اخترت الكورنر بوينت ميثود، يبقى سواء دي او دي هتوصلك لنفس السوليوشن. طيب لو انا جيت انا هنا دلوقت الاوبجكتيف فانكشن بتاعتي في المساله كانت ان انا احقق بروفيت مقداره $40 من الاكس 1 $50 من الاكس 2. طب لو انا جيت قلت لك ان الاوبجكتيف فانكشن اتغيرت، يعني مطلوب تاني، قلت لك لو الاوبجكتيف فانكشن بقت $70 من الاكس 1 و$20 من الاكس 2، تنتج قد ايه من الاكس 1 وتنتج قد ايه من الاكس 2؟ هل هنا الحل هيختلف؟ اه طبعا. هل مثلا البوينت اللي كانت طالعه هي الاوبتيمم سوليوشن مش هتطلع دلوقتي؟ يعني احنا عندنا في الحل بتاع المساله اللي فاتت كانت نقطه بي او البوينت بي هي اللي محققه لي الاوبتيمال سوليوشن. هل الكلام ده دلوقتي هيتحقق بنفس الطريقه؟ طبعا لا. ليه؟ مبدئيا كده الرسمه مش هتتغير لان انت ممثل الكونسترينز، معادلات الكونسترينز ما اتغيرتش. انا غيرت لك في مين بس؟ غيرت لك في الاوبجكتيف فانكشن. طيب الاوبجكتيف فانكشن دلوقتي لما تيجي ترسم الايزوبروفيت لاين الجديد هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان شكل السلوب اتغير. يعني ايه؟ يعني انا لو حطيت هنا اكس 1 بزيرو هيطلع الاكس 2 بكام؟ لو انا فرض ان ده 800 مثلا، يبقى 800 على 20 مثلا هيبتدي يطلع لي رقم. هلاقي ان السلوب ده اختلف عن اللي فات اهو. السلوب اللي فات كان اهو ده الخط او الميل بتاع المعادله دي، لان انا عوضت هنا بالقيم، طلعت قيم لاكس 1 واكس 2 ومثلتها، لكن هنا ابتدى يحصل ايه؟ السلوب اتغير. طيب لما امشي بالخط ده هتلاقيه عمل ايه؟ اول نقطه هيلمسها الزيرو، بعد كده هيلمس البوينت 20 دي، بعد كده هتلاقيه لمس بوينت بي، اخر بوينت هيعمل لها تاتشنج هي مين؟ البوينت دي اللي هي الاحداثي بتاعها اكس 1 ب 30 واكس 2 ب 0. هتلاقي ان ده الاوبتيمم بروفيت. يبقى ده كده هيطلع لك تقريبا 2100. لو عايز تتاكد من الكلام ده انا كده حللها بالايزو بروفيت ميثود. اقعد انت بقى بعد المحاضره جرب ان انت تحلها بالكورنر بوينت ميثود. يعني خد احداثي كل بوينت من دول من النقط اللي موجوده اللي هي ما اتغيرتش وعوض بيها في الايكويشن هنا. عوض عن قيمه الاكس 1 والاكس 2 وشوف فعلا هل هيطلع ان الاوبتيمال سوليوشن هنا ولا لا. يبقى ده كده حاجه بنسميها السنسيتيفيتي اناليسيس، اللي هو انا بغير في الاوبجكتيف فانكشن او بغير فيما يسمى البارامترز او الكوفيشنز اوف ديسيجن فاريبلز. انا بغير في الكوفيشنز دي. لو انا عايز احقق بروفيت بالشكل ده يبقى الاوبتيمال سوليوشن فين؟ يبقى الموديل بيبتدي يتغير مع تغيير الاوبجكتيف فانكشن. يبقى ده كده السمري اوف جرافيكال سوليوشن ميثود النهارده.
احنا اتكلمنا على ان انا بعمل جراف لكل الكونسترين وبوجد الفيزابل ريجون. طبعا قبل الخطوه دي بكون عملت فورميوليشن للموديل، بوجد الكورنر بوينت للفيزابل ريجون لو انا هحل بطريقه الكورنر بوينت، بحسب البروفيت او الايزو كوست اللاين لو كان هبتدي اشتغل بالايزو بروفيت او الايزو كوست ميثود، بعد كده لو هكمل على الكورنر بوينت ببتدي احسب كل كورنر، بحسب له البروفيت او الكوست بتاعه وابتدي اعمل سيلكت للكورنر بوينت وسبيست فاليو اوف اوبجكتيف فانكشن. ده كده الملخص بتاعنا النهارده، ان الاوبجكتيف فانكشن ممكن تكون ماكسمايزيشن للبروفيت او البرودكتيفيتي مثلا، او مينيمايزيشن للكوست او التايم. الكونسترينز زي ما اتفقنا بيبقى فيه less than or equal، بيبقى فيه equal، بيبقى فيه greater than or equal. طبعا لو انا قلت لك at most او at least، at most يبقى انا بتكلم على اقصى تقدير انها ما تزيدش عن القيمه دي، at least على اقل تقدير يبقى انا بتكلم على الكونسترين greater than or equal. يبقى مهم جدا ان انت تاخد بالك من الكلمات اللي هتبقى موجوده في البروبلم عشان تقدر تحدد الكونسترين اكبر ولا اصغر ولا ايه بالظبط. ده كده كان موضوع النهارده اللي بيتكلم على اللينير بروجرامينج.